ما يتعلق بالصيام ليس فيه حديث، حديث علي رضي الله عنه الوارد في قيام هذه الليلة وصيام يومها حديث عامة العلماء على أنه حديث ضعيف، وبعضهم قال إنه منكر، وأقل ما قيل فيه إنه شديد الضعف، الطاعة ولا في العبادة، ولا ليس له مزية على، ليس لها مزية لا في قيام ليلها ولا في صيام نهارها، إنما هي كسائر الليالي على الراجح من قوله العلماء.